أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، صف السادس الإعدادي، واليوم إجينا على قطعة اللي هي قطعة اللي تصيحوا لها مصطفى، قطعة مصطفى أو أم مصطفى أو لطيفة مصطفى أحمد، مهما يكون الاسم. شو عندنا؟ عندنا وين 4 years old مصطفى أحمد عندما البالغ من العمر 4 سنوات مصطفى أحمد woke up استيقظ. He goes straight ذهب مباشرة out of his bed خارج سريره when شنو السالفة and went وذهب to look for his mother يبحث عن أمه. يا ماما فين؟ أمي فين؟ أمي فين؟ أمي فين؟ ليش؟ لأنه he was a little puzzled إنه كان يعني محتار قليلا متفاجئ مخترع مثل ما نقول. طيب ليش مخترع؟ because بسبب she normally هي عادة came تأتي into his room إلى غرفته first thing in the morning أول شيء في الصباح. لكن هنا عندنا مشكلة، وهي المشكلة شباب الأعزاء هي مو مشكلة لكن نقول لوفة، وهي شنو هاي اللوفة؟ اللوفة يقول why لماذا was كان مصطفى a little puzzled لماذا مصطفى كان محتار قليلا. طيب احنا نكتب هذا الجواب؟ لا، لازم نلخص هذا الجواب، نقول because his mother أمه شبيها didn't لم كم تأتي into إلى his room إلى غرفته in the morning في الصباح. أوكي، إذا أمه ما إجته الصبح. بعدين شنو اللي صار؟ خلينا نسحب شوية. بعدين شنو اللي صار؟ اللي صار أمه شو سوى الصبح؟ يقول walk him توقظه and help him وتساعده to get dressed على ارتداء ملابسه. This is the easiest outfit to dress my daughter in with no snaps and no zippers. طيب هاي هم يصير عندها سؤال، شنو هذا السؤال؟ يقول what did مصطفى's mother ماذا أم مصطفى do تفعل in the morning يعني شو تسوي in the morning في الصباح. Wake him up توقظه and help him to get dressed وتساعده على ارتداء ملابسه. جيد. يقول he had no idea لم يكن لديه فكرة why she was in there هي لم تكن لماذا هي لم تكن هناك. صدقني أنا لو أعرف أقول لك، أنا ذات نفسي مش عارف. That sunny morning in April في ذلك الصباح المشرق في شهر أبريل. أي بعدين شنو اللي صار؟ He went وذهب وين راح؟ To look for her يبحث عنها. وين بحث عنها؟ In the kitchen في المطبخ. عندما استيقظت من النوم أتيت إلى المطبخ. لكن no sign لا يوجد إشارة إليها حتى ريوق ما مسويه، يعني المطبخ نظيف على حقيته. And the bathroom في الحمام was empty وكان فارغ. Then he opened her bedroom هو فتح باب غرفتها and saw ورأى that she was still asleep إنها لا تزال نائمة. طيب نجي على الأسئلة الوزارية. على سبيل المثال يجي سؤال where did مصطفى look for his mother أين مصطفى بحث عن أمه in the kitchen
في المطبخ، فارزة، باثروم، الحمام، and in the bedroom في غرفة النوم. يعني هو وين بحث عنها؟ بحث عنها في المطبخ، في الباثروم، in the bedroom. وأيضا يجي عليها السؤال، هسه بالمناسبة ترى أنتم ثبتون تأخذون سكرينات لهذه الأسئلة. بعدين where did مصطفى find his mother؟ أين مصطفى وجد أمه؟ in the bedroom في غرفة النوم. حلو. بعدين طيب لقاها نايمة. هسه راح نشوف شنو المشكلة. He tried حاول to wake her up and يوقظها. شلون؟ by shaking her and calling وبالصياح. أيضا بيها سؤال. How did مصطفى did مصطفى try to wake his mother؟ كيف استطاع أن يوقظ أمه؟ by shaking her بواسطة بهزها or calling والنداء. حلو. بعدين اللي صار نوفيل، هل استطاع أن يوقظها؟ نوفيل بدون فائدة، ما فيش فائدة. احتمال يجي عليها سؤال كان مصطفى، هل استطاع مصطفى to wake up his mother، أن يوقظ والدته؟ جواب نو. واحتمال بس الأفضل راح يقول لكم كود مصطفى. نعم كود مصطفى wake his mother no، لم يستطع أن يوقظ أمه. وين رحت نعم زين. تعال يا هذا أمه ليش ما تبغى تقعد؟ وهنا راح ندرس بهذا المقطع أمه ليش ما قعدت. مصطفى mother suffer، كانت تعاني suffer from diabetes، من السكر. يا أبي شنو هذا السكر؟ نجعل هذا السؤال سؤال. what was مصطفى's mother suffer from؟ بماذا كانت تعاني أم مصطفى؟ من الدايبتيز، من مرض السكر. طيب وشنو هذا مرض السكر؟ والله يقولون هذا مرض السكر يعني she has to، هي يجب عليها control and to سيطر her blood sugar، السكر في دمها، with injection of insulin، بحقن الإنسولين. سؤال عليها how، كيف؟ How كيف did mother control the blood sugar؟ كيف تسيطر على السكر في الدم؟ by injection، بواسطة injection of insulin، بواسطة حقن الإنسولين. أوكي بعد. But لكن sometimes أحيانا the level، مستوى شنو؟ مستوى السكر in her blood، في دمها، drop، يهبط يعني ناصحيل. and then وعند ذلك she can lose her consciousness. تعال يا به السؤال، هنا يجي سؤال يعني نجتين. what happened، ماذا يحدث؟ when the level of sugar dropped too low. شو
اشرحي ماذا يحدث عندما مستوى السكر يهبط كثيرا. فهنا شي هي لو تفقد her consciousness. Her consciousness. أي تفقد وعيها. بس هنا يجي سؤال ثاني يقول why، لماذا لطيفة شبيهة lost فقدت her consciousness، لماذا لطيفة فقدت الوعي؟ أكو جوابين. الجواب الأول because the level of the sugar in her blood dropped to low. بس اكو جواب اقل من عنده because شنو يابه؟ because she has diabetes او because she suffer from diabetes، لأنها تعاني من السكر. تريد تكتب هذا صح، تريد تكتب هذا صح، وزارين اثنينهن صحيحات، فلا تهتم من هاي الناحية إطلاقا. طيب بعد يقول that is what happened، وهذا ما حدث خلال during the night، خلال الليل. لطيفة blood sugar dropped very low and she had lost her consciousness or consciousness without help، وبدون مساعدة she could die، يمكن أن تموت in a few hours، في عدة ساعات. وبعدها شنو اللي صار؟ مصطفى، أبو مصطفى وين كان؟ يقول مصطفى's father، أبو مصطفى was on business trip، كان في رحلة عمل. سؤال هنا يجي عليه where، نعم was مصطفى مصطفى's father، أين كان أبو مصطفى؟ الجواب he was on business trip، في رحلة عمل. طيب وبعدين يقول هنا مصطفى the only one، هو الوحيد، هو could، الذي يمكن help، يساعدها. مصطفى knew، علم، when his mother، كان عنده علم لما أمه needed، تحتاج، إيش تحتاج؟ sugar، السكر. quickly، بسرعة، she usually drink something sweet، تشرب شيء حلو. لكن أمو لكن سو لذلك he went، هو ذهب، وين راح؟ back، وعاد to the kitchen، إلى المطبخ، and took a can of cola out of the fridge، أخرج علبة من الكولا، كان علبة من الكولا من الثلاجة. brought وجلبها علما to his unconscious mother، أمه الفاقدة الوعي. هنا نجي على عدة أسئلة. السؤال الأول what did مصطفى take from the fridge، ماذا مصطفى أخذ من الثلاجة؟ A can of cola. طيب why، لماذا did مصطفى take the can of cola، لماذا مصطفى أخذ علبة من الكولا؟ to make his mother، ليجعل أمه regain، تستعيد her consciousness. خلاص، ليجعل أمه تستعيد وعيها. بعدين شنو اللي صار؟ try to make her drink it، حاول أن يجعلها تشربه. he couldn't، لم تستطع، حليكها مسدود، نايمة أو فاقدة الوعي، شلون تشرب؟ of course after، بعد spilling، أن سكبها quiet، كلها على الكولا على السرير. شنو اللي صار؟ decide، قرر، ايش قرر؟ another plan، خطة أخرى. شنو هاي؟
call emergency service الاتصال بخدمة الطوارئ. السلام عليكم. تعال هنا خلينا نتفاهم على هاي الفقرة. What ماذا did مصطفى decide ماذا قرر مصطفى؟ قرر مصطفى to call أن يتصل emergency service الاتصال بخدمة الطوارئ. بعد his grandmother جدته had taught him علمته ش علمته how to do it كيف أن يفعلها just previous week في الأسبوع السابق. فهنا سؤال مهم how كيف could استطاع مصطفى to call emergency service. كيف استطاع مصطفى الاتصال بخدمة الطوارئ؟ استطاع مصطفى الاتصال بخدمة الطوارئ his grandmother جدته الحبوبة مالته taught him علمته ذلك. جدته علمته كيفية القيام ذلك. زين خلصنا؟ لا ما خلصنا. بعد شنو؟ اتصل بخدمة الطوارئ نعم نجي هنا هنا يقول من هو هذا اللي يقول I couldn't remember لم أستطع أن أتذكر think شيء about this حول ذلك. هذا من الحجاها لطيفة but مصطفى calls emergency service. لطيفة من قاعدة تقاتل والله هذا حكي كله ما ذكرت عنه. هو مصطفى اتصل بخدمة الطوارئ. أي لما اتصل بخدمة الطوارئ emergency operator عاملة الطوارئ اللي اسمها صفية الخوري شبيها صفية الخوري took استلمت the call الاتصال. أنا اللي بتصل أنا أيوه رد يا حاجة رد يا حاجة. السؤال هو Who took the call؟ فرح نقول الجواب مالتها The operator العاملة صفية خوري. صفية خوري زين. The little boy الولد اللي هو مصطفى was calm هادئ يعني ما كان يصيح ولا شيء. said قال mommy is sick أمي مريضة she needs a doctor. وهذا عليها اجى سؤال وزاري what did مصطفى what did مصطفى tell the operator ماذا قال العاملة؟ قال لها mommy is sick and she needs a doctor وتحتاج إلى طبيب. بعد I asked him about the dress he told me أخبرته عن العنوان وقال لي ما شاء الله عمره 24 يعرف هاي المعلومات كلها. الأمبولانس الإسعاف أرايف وصلت after 5 وصلت إلى البيت after 15 بعد 15 دقيقة. مصطفى شبي had to توجب عليه stand on the chair الوقوف على الكرسي. لاحظوا إن هاي العبارة مهمة. مصطفى وقف على الكرسي ليش؟ to open ليفتح front door to the paramedic. يا الله شلون هاي عبارة مهمة شبابنا. هاي العبارة مصطفى وقف على الكرسي ليفتح الباب الأمامي للمسافرين نصيحة من عندي تحفظوها كلها درخ. ليش هاي هو يصير من عندها أسئلة هنا يستغلوها بعض الأساتذة هذا الموضوع وشون يجيبوه للطلاب. مثلا على سبيل المثال who opened
the front door. من فتح الباب الأمامي؟ مصطفى فتح مصطفى وقف على الكرسي ليفتح الباب الأمامي للمسعفين. How did مصطفى كيف مصطفى open the front door؟ كيف مصطفى فتح الباب الأمامي؟ مصطفى وقف على الكرسي. يجي السؤال Why did مصطفى stand on the door؟ لماذا مصطفى وقف on the chair؟ لماذا مصطفى وقف على الكرسي؟ مصطفى وقف على الكرسي أو had to stand on the chair to open the front door للمسعفين. طيب Why did مصطفى open the front يمكن هذا كتبنا front door؟ لماذا مصطفى فتح الباب؟ مصطفى وقف على الكرسي ليفتح الباب الأمامي. هاي يعني هاي الأسئلة كلها تجي من هاي العبارة المهمة. بعدين اجوا المسعفين. خوش لما دخلوا المسعفين شنو اللي صار؟ They rushed upstairs. تدافعوا للأعلى. Found لطيفة unconsciousness. وجدوا لطيفة فاقدة الوعي. They spotted نظروا her insulin user identity card. نظروا إلى بطاقة التعريف للمرضى مالت الإنسولين. They knew وهم عرفوا at once she was diabetic. كانت هي مريضة في السكر. طيب نجي على السؤال. السؤال هو دقيقة نعم. How did the paramedic know that لطيفة had diabetes؟ sorry طيب شلون عرفوا بأن لطيفة لديها مرض السكر؟ they هم spotted نظروا to the identity وين راحت identity card. نظروا إلى identity card لا يكونون users identity card. هذه ما أكو إشكال. insulin users identity card user. اوكي لكن بس تقولون they spotted to the identity card عادي جدا ماكو اي مشكله. زين they gave her واعطوها injection حقنه to rise ليرفعوا her blood sugar السكر في دمها level sugar level. لطيفه regain استعادت وعيها consciousness very quickly بسرعه. I'll be proud of مصطفى. سوف أكون فخورة بمصطفى. ليش يابا؟ لأنه كان calm هادئ intelligent ذكي and he saved her life وأنقذ حياتها. إيش السؤال؟ نعم عليها سؤالين. How did لطيفة regain her consciousness؟ ناس كيف استعادت وعيها؟ when she took injection of insulin. طيب أخذت حقنة من الإنسولين. سؤال why proud of her son. لماذا فخورة بابنها؟ Because he was calm, هادئ, and intelligent. أو تقدرون تقولون because he saved her life. أوكي شباب نعزل. هاي القطعة مالت مصطفى وهاي الأسئلة وهاي بالتفصيل الممل شلون تجي بالوزارة وهاي طريقتها. فالطلاب اللي يردون معدلات عالية فلازم يقروها بهاي الطريقة. شكرا جزيلا.